Revue de presse. البارح كانت فما حادثة كبيرة في بسعدون، واللي هي الإصابة متاع طالب كلية الطب برصاصة كانت طايشة. أكيد الوالدة متاع طالب الجريح تروي للصريح، ما جرى وزارة الدفاع زاد تروي للصريح، وكيف كيف مدير وحدة الطب الاستعجالي يوضح ثلاثة نقاط خلينا اللي كانت معناها عملت معاهم تصريح البارح جريدة الصريح هذين قواها اليوم في صفحة 13 بتاريخنا لحد 10 أفريل. تعرض البارح هو ليلة معناها الأمس معناها نهار جمعة في الليل مع العشرة تم تعليل طالب كلية الطب يدعو اسمه عمر ظريف بإصابة بطلق ناري من الثكن العسكري اللي موجود في باب سعدون على مستوى اليد والبطن، وذي خلال تواجده كان هو داخل الكهرباء متاعه في الباركينج متاع الكلية. وبالنسبة لتفاصيل متاع الحادثة، كانت قالت أمه أن ولدها كان نهار جمعة في الليل 10 متاع الليل موجود في المكتبة متاع الكلية، قاعد عنده بعض الدراسات والأبحاث قاعد يقوم بها، وهو مغادر جاته الطلقة النارية هذه في اليد وفي البطن، وتقول الحمد لله اللي هي جات سطحية وكانت تنجم أني توفيل عمره. وهذا اللي أكدونا زاد مدير وحدة الطب الاستعجالي، يقول من جانب نوفل السمراني مدير الوحدة الطب الاستعجالي وزارة الصحة إنه مستشفى الرابطة بالعاصمة استقبل نهار الجمعة في الليل وفي حدود 10 متاع الليل طالب مصاب برصاصة في اليد، وإنه تم إجراء عملية جراحية ناجحة على اليد متاعه، وكما تم إعلام السلطات الأمنية بالحادث. نجيو توا الرأي متاع وزارة الدفاع في الموضوع هذايا وتفاصيل الحادثة. حسب ما قال المقدم بالحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، قال للتثبت من مدى صحة المعلومة، ووضح أن صورة الحادثة تمثل في أنه الحارس المكلف بحراسة الثكنة العسكرية في الليل في باب سعدون كان في الليل سهر شاف أحد الأشخاص اللي قاعد يراقب في الثكنة في الليل، طلب منه أنه يمشي لكن هو ما مشيش، فقام بإطلاق رصاصة في الهواء ووجهه له سقيه باش يمنعه من التقدم، وهرب الشخص هذايا وما قعدش انه يراقب في الثكنه. لكن من بعد ما راحهم الا انه جاب بلاغ قالوا انه الكرتوشه هذيك اللي خرجت في الهواء اصابت الطالب اللي كان موجود في كرهبته في وسط الباركينج في وسط الكليه نتاع الطب في باب سعدون اللي جاتوا على مستوى اليد. وقال زيدا انه يتقدم كل الاعتذار، وانه الشخص هذايا لاذ بالفرار، لكن معناها قامت الرصاصه هذه باصابه طالب كان في كليه الطب على مستوى اليد، وموضح انه الابحاث الاوليه انجت انه المأوى اللي كان يتواجد فيه الطالب موجود في خط الرمي للحارس اللي اطلق النار على الشخص هذايا اللي كان يراقب الثكنه واصابت رصاصه مرتده الطالب. موضح انه تم فتح تحقيق في الغرض هذه كل مهم الحادثه اللي صار باب سعدون اللي سمعناها البارح، واللي كانت فيهم برشه تهويلات وبرشه تاويلات، وهذا مش غريب على الصحافه نتاعنا في تونس. هيدا نمر توا للقنبله اللي هم يسميوه فيها القنبله، واللي هي نقواها في الافتتاحيه نتاع جريده المغرب بالنسبه اليوم. بنما وما ادراك من الوثائق نتاع بنما اللي اقامت العالم وقاعدته، وتثبت لحد الان في استقاله رئيس حكومه ايزلندا وصعوبات جمع لرئيس حكومه بريطانيا العظمى، ولا شك انه رؤساء اخرين زاد باش يسقطوا خلال الايام الجايه والاسابيع القادمه. بدايه وثائق بنما اللي كانت متعثره في تونس وبقينا الايام عده بين اتهام محسن مرزوق اللي يتبادل بعض الرسائل الالكترونيه من مكتب المحاماه، بينما حاول انه يفتح شركه خارج البلاد، ولكن لم تفضي لنتائج ملموسه. وتمت العمليه ذي في ديسمبر 2014 وين ما كان محسن مرزوق وقتها مدير الحمله الرئاسيه البيج قاد سبسي، مقابل الاتهام هذا اللي وجهوله موقع انكفاد. تمسك محسن مرزوق بالنفي شكلا ومضمونا، لكن مش هكا مش مفيك هاو، لكن تقدم زادا بقضية القضاء معتبر انه هذه الوثائق المزعومة هذه محض افتراء واتهام لي هو. بعد أيام الانتظار زاد جاء اسم آخر ثاني اللي هو تونسي، والمحامي اللي هو المحامي سمير العبدلي المترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2014. وهنا تقول وثائق بنما بأنه المعني بالأمر شريك في إحدى المؤسسات المعنية بالاستقصاء ومحامي في أخرى. والأكيد أنه الأيام كما قلت الأسابيع القادمة بتجيب الأكل معناها أكثر بالمزيد من الأسماء اللي تنجم تكون تونسية وتنجم تكون زادة من مختلف أنحاء العالم، ولكن في انتظار بقية الحلقة متاع المسلسل الشيق هذا متاع وثائق بنما اللي ينبغي من الآن استخلاص بعض العبر المتعلقة منه بحياتنا السياسية والعامة وبالمسألة الداكنة خاصة في التمويل الحزبي والسياسي. لكن زاد نقوله لفما قاعدة قانونية تقول أنه القرينة البراءة تحمل على المدعي أنه يثبت اللي يقوله. دونك بنما ما زلت ما أثبتتش لحد الآن أنه كان فما تراسل بينها وبين المرزوقي وبينها وبين سمير معناها المحامي هذية سمير العبدلي، وكيف
نحن نقول القاعدة الثانية في القانون، المتهم بريء حتى تثبت الإدانة متاعه، ووثائق بنما تفتح كل ملفاته بالكل الجدية. والمال السياسي في تونس حسب الارتيكل يكتبهون زياد كريشام في صفحة 3 من جريدة المغرب لليوم. نتعدي وتوا نحكيه شوية على عيد شهداء البارح، وين كان رئيسنا العزيز البيجي قايد السبسي مشى البن قردان. دونك كانت فما تكريم وإشادة كبيرة، لكن هل شي جي بعدها إنجاز وإلا لا؟ كانت مبادرة الحقيقة من رئيس الجمهورية هامة دون تأكيد، لكن مازمهاش تتوقف عند هذا الحد من التكريم والتثمين والإشادة، لكن عليهم باش إنهم يقوموا بزيارة مرجع ونقطة تحول في واقع الجهة بن قردان. مشينا وحتى فنا، وفي العنوان لهنا في أعلى صفحة من جريدة شروق: بن قردان اليوم عاصمة تونس. كي نشوفوا الارتيكل وكي نشوفوا العنوان بالحق نقولوا سي بن قردان باش جهة صحوة متاع تنموية كبيرة، باش تشوف المشاريع وباش تشوف العمارات وباش تشوف الليسيات وباش تشوف المعاهد وباش تشوف السبيطارات وباش تشوف معناها المنشآت الرياضية والترفيهية باختو في بن قردان. اليوم اوكي مشينا واحتفلنا، وتكريم للشهداء اللي سقطوا في العملية الإرهابية الأخيرة في بن قردان اوكي حاجة باهية، لكن ما يلزمهاش تقف لهنا الحكاية، لازم ننظروا بعين الجد إلى مدينة بن قردان اليوم، وخاصة مش كان مدينة بن قردان وكل المناطق الداخلية في تونس اللي تعاني من الفقر واللي تعاني من بالحق من بنية تحتية رديئة واللي تعاني من التشرد واللي تعاني من قضايا الانتحار والفساد والفقر وبرشا حاجات، لازم اليوم ندخلوا إلى الأعماق متاع الولايات والمناطق الداخلية في تونس ونشوفوا شنية المستلزمات متاعها. احنا التو مازلنا فك النظرة الاستشرافية لحد الآن، معناها مازلنا شو قديش من عام تعدى على الثورة التونسية والعديد من المناطق مازالت بالحق غاطسة في الكريديات وغاطسة في الديون وفي بنية تحتية رديئة جدا جدا جدا. هذه أقل مشاريع التنموية، نحكيو على البنية التحتية باش ما نحكيوش على مشاريع أخرى. نتعداو توا الملف آخر والأخير بالنسبة اليوم في الغوفي دو بريس، اللي هي المواد المغشوشة في الأسواق متاعنا. لهنا على شنو نحكيو؟ نحكيو على مليارات ضايعة وأمراض شائعة. على شنو نحكيو بالذات؟ نحكيو على خسائر بالمليارات للدورة وأمراض جلدية وسرطانية وأمراض العيون وغيرها. هي الكلفة اللي تدفع فيها اليوم جراء السلع المغشوشة المتأتية من التهريب والسلع اللي أصبحت تباع وتشتري في محلات كثيرة وعندها حرفاء مختلف الشرائح الاجتماعية. لهنا نقاو ناجية المالكي اللي هي تقول في جريدة الشروق من الصفحة 10، تقول أكثر من مليار من المليمات تذهب سنويا في سلع منعدمة الجودة تدخل البلاد عن طريق التهريب اللي ابتدع المهربون والمروجون للسلع هذه المنتجات أساليب جديدة لها باش تدخل الأسواق متاعنا عبر محلات ومعارض المنتوجات الزهيدة الثمن اللي انتشرت بشكل كبير نتيجة لوجود زبائن معناها برشا الكثيرين اللي يرتدوا عليها، وسلع ملغومة نتيجة جهل المكونات اللي صنعت منها ولعل أخطرها تلك المتعلقة بالتجميل والتنظيف. لهنا فما السلع مقلدة في سطور، فما اللي تخلف الأمراض الجلدية الخطيرة، فما اللي تخلف الأمراض العيون، وفما اللي تخلف أمراض سرطانية عافينا وعافيكم الله. وذلك علاش اليوم واجب الحذر وواجب التثبت، لازم كي تجيو تشريو في حاجة كسوسوا برودوي كوسموتيك وإلا معناها منعرفش أنا لي برودوي متاع لي بوتي وإلا باش تشريو أي حاجة، حتى شامبوانات حتى برفانات حتى ديودوران نشوفوا فيهم يوميا منتصبين في كل الأسواق. واجب الحذر والوعي مطلوب بالحق اليوم من كل المستهلكين، ولازم يكون فما ترشيد للاستهلاك على خاطر البضائع المقلدة هذه أصبحت اليوم واقع ملموس وغزيت كل الفضاءات، وهي موجودة على قريعة الطريق وفي الأسواق الشعبية كما سوق بومنديل والملاسين والزهور، وهي زادة موجودة في المحلات التجارية المعروفة وفي المساحات التجارية الكبرى. ما عادش فما اليوم أزمة متاع ثقة بين المروج بين المنتج وبين المستهلك، فما أزمة متاع ثقة. اليوم أصبح التونسي حتى كي يدخل باش يشري من عرش أنا من غران سيرفاز يقول زعمة هذه الماركة الأصلية ولا مش هذه الماركة الأصلية، يعني فما أزمة متاع ثقة معدومة ولات بين المنتج والمستهلك. وبالحق حذاري والوعي مطلوب من كل توينسا.